إذا نجتمع اليوم في إطار الدورة العالية للمجلس الوطني للحزب. كيف ما كتعرفوا هذا اللقاء هو جاء تنزيلا أو احتراما لمقتضيات القانون الداخلي للحزب، واللي كان فيه المؤتمر الوطني للسنة الماضية اللي تم تجديد الثقة في شخص السيد الرئيس، وكذلك تم انتخاب هياكل الحزب وعلى رأسها المجلس الوطني. إذن هذه الدورة العادية سوف تكون أيضا مناسبة للوقوف على حصيلة الحزب خلال السنة الانتدابية الأولى. سنة كانت يعني غنية بالإنجازات، ولكن أيضا غنية بالتحديات نظرا للظرفية التي يعيشها العالم والتي نعيشها بالمغرب. كانت أيضا لنا الشرف أن في الأقاليم الجنوبية تم تقريبا تكميل أو استكمال برنامج التنموي المندمج الذي تم توقيعه أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله سنة 2016، واللي فيه عدد من المشاريع المهيكلة وعلى رأسها الطريق السريع إلى غير ذلك من المشاريع، واللي الحمد لله اليوم بدأت تعطي نتائج جد مهمة. حزب التجمع الوطني الأحرار أيضا حاضرا وبقوة بالأقاليم الجنوبية، بحيث نترأس جهة من الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية، وكذلك نترأس واحد العدد من المجالس البلدية القوية كمجلس البلدي لإقليم قليميم والداخلة إلى غير ذلك من المجالس البلدية يعني الكبيرة بالجهة. سوف تكون أيضا اليوم المناسبة للاستماع لأيضا المناضلات ومناضلي الحزب، وأيضا مناسبة لتقديم برنامج الحزب وعلى رأسه المواعيد المقبلة. نفتخر أن الحزب سوف إن شاء الله ينظم المؤتمر الوطني للنساء يوم 4 مارس، وكذلك جولات للمؤتمرات الجهوية للمنتخبون خلال سنة 2023.